أمي إذا ما بتروحي هلأ وبتسكري هالموضوع معه رح روح أنا وأرجيها إمتى هي وابنها اللي طاير عقلة فيه. عيب عليكي، شو بقى من عندك ليه عم تحكي عليه؟ بيشبه كل شيء إلا العرسان أمي، اسمين وقصير ومدربس دربسة وما بينطس. ولك مو عيب عليكي تعيب على خلقة الله يا وردة؟ يا عيب الشوم يا عيب الشوم. أنا ابني ما بينطس يا أم 44؟ آه؟ شوفي حالك، لو ما علبة مكي كانت الحالة بتبكي. طولي بالك يا أم سمير. ولا كلمة، أنا مو الحق عليكم، أنتوا الحق علي، أنا تركت بنات الحارة كلها وجاية أطلب بنت أخي. شوفي ليش بعضهم وصل لبرا؟ اسأل بنتك. يا أبي عمتي زعلت لأني ما رضيت أتجوز ابنها. لا مو هيك. بلا هيك، ونصيحة عمتي، روحي دوري له لابنك على شي وحدة تكون مثله، بشعة وقصيرة. خرجي وشدي حالك هناك. ولك انت وحدة قليلة التربية، أخي ما أعرف يربيكي. أختي؟ خلصنا. لك بدي أروح طيب بخاطرها، ما بيقول علي بزعل أختي. الله يغضب عليكي. يا أختي بدي. ما في داعي تحكي يا أخي. مو الحق عليكم، الحق علي اللي جيت وطلبت بنتك. مزبوط الحق. يا أخي خلص إنا من هالسيرة بقى، أنا بدي أحكي بالمهم. وشو المهم أختي؟ بدي ورثتي يلي نايم عليها يا أخي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أختي أنا ماني نايم عليها، وأنا مستعد أعطيك حق حظك بالبيت اللي قاعد فيه وبيت الكري والدكانة، وسبق وفتحت السيرة هي وأنت سكرتي عليها. أنا ما بدي تدفع لي شيء. شو بدك لك؟ أنا بدي تعطيني بيت الكري والدكان أو البيت يلي قاعد فيه. بس يا أختي أنا ما بتوفي معي. وليش بقى؟ شنو أنا البيت قاعد فيه ما فيني يطلع منه، والدكانة من وقت ما كنت صغير أنا بشتغل فيها، شو بدي يطلع منها؟ هاي مو مشكلتي. اسمع أخي، قدامك جمعة وحدة، هذه الجمعة لازم تفصل بيناتنا، وإلا وإلا شو أختي؟ يعني بدي روح على الكراكون واشتكي. يا ميت هلين وسهلين يا أخي الطياح، جربي فينا في مطرح الغيب. هيك انت شبك؟ مالك شامة ريحة الضيوف؟ ماني شامة شي ريحتهم منيحة؟ والله ريحتهم بتقرف، الله يسامحه أبي على هالضيوف يلي بيجيب لنا ياهم. اخرسي ولي، هذا أبو صياح شريكه لأبوك بالشغل. والله من كتر ما أبي مدح فيهم، ببالي يجوا ناس هيك أشكالهم حلوة ومرتبة مو هيك، ولي الحدايا. هدايا القل هو الله أحد. عبس عبس. بصراحة يا أبو عزو، أنا جاي لعندك لأطلب إيد المحروسة بنتك لأبني صياح على سنة الله ورسوله. يا سيدي يا ميت أهلين وسهلين، شرفتوا والله، وأنا بشرفني نسبكم. بس بتعرف يا أبو صياح، الأصول نشاور البنت. لك هان خود راحتك عمي، خود راحتك. بالإذن. يا شو قلتي يا بي؟ هي والله بموت وما بتجوز هيك واحد. وطي صوتي. ما بدي وطي صوتي، خليه يسمع انه انا اجاني نص شباب الحاره وكلهم رفضتهم، مو لحتى اتجوز واحد افكار. سجي هلق سجي هلق سجي هلق. الله يغضب عليك. وجربان. ولك سكتي، يخرب بيتك يخرب بيتك. انا سمعت كل شيء. انت هنتني وزليتني ببيتك، وهذا الشيء رح تتحاسب عليه. خليني فهمك يا ابو صياح. لا تفهمني شيء، الشغل اللي بيناتنا خلص انتهى. صياح صياح، الله يرضى عليك صياح. لك الله لا يوفقك. سوت 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 وش؟ الله يوفقك. الله لا يوفقك. نزعت بعلاقتي باختي، وضعتيني بالحاره. لك شو يا ابي؟ انا ما دخلني، كل واحد يروح لعند يلي مثله. لك تخرسي يا عمي. الله يوفقك. خسي وشدك حلقك. لا والله ما انا مستاهله. شلون بدي احل مشكلتي مع الزلمه هلا انا؟ فك شراكتي معه، شلون بدي احل مشكلتي معه؟ الله يوفقك مجاهلي خلقك وصوري. انت زودتيها كثير ورده، وبصراحه ابوكي معه حق يضربك. منيح هيك؟ لك كل اللي عم يتقدموا لك شباب واوادم واكابر ومنخيره البلد، شو صاير لك؟ يخرب بيتك. يا مو انا بدي اتجوز واحد يكون حلو ومرتب، يعني العقيد. يا مو اخته قالت لي انه عم يدوروا له على عروس وابتسمت لي، معناتها قصدهم علي. يوه يوه يا بعت لك الهنا، شو حربوقة؟ مشان هيك اليوم والتاني عم تعزمي اخته لعنا ورايحة جاي عم تخفي؟
العقيد فرد برا يا وردة. يا رب الله يثبت عليك العقل إن شاء الله. يا رب يا رب. تفضلي يا أختي، هاي حجة البيت والدكانة. هلأ أنا ماني معتازتهم، إذا أنت معتازهم خليهم معك. لا والله ماني معتازهم، أنا ألف الحمد لله أوضاعي بخير وسلامة يعني، بس بركي أنت معتازتيهم تصرفي فيهم. أختي أنا أول على آخر، ما بدي إياك تزعلي مني. أنا ما بزعل منك، أنت أخي وسندي وابن أمي وأبي، وأنا هلأ كثير مبسوطة وبدي شارك فرحتي معك. أنا من قلبي بفرح لما أنت بتكوني مبسوطة يا أختي. شو القصة؟ إجاهلا بنتي عريس. إن شاء الله ألف مبروك. مين العريس؟ العقيد. العقيد؟ والله ونعم النسب. إن شاء الله عقبال بنتك وردة يا حق. الله يخلي لي إياكي والله يتمم على خير يا رب. الله يسلمك يا رب. وكمان رحنا شفنا له لابني سمير بنت المختار، وأبو سمير بده إياك تروح معه مشان تكون جاهة. على رأسي، من عيني هي أو الهي. الله يخلي لي إياك وما يحرمني منك يا رب. أكبر فرحة جوزه لسمير والله. إيه والله ما عم صدق، شلون ريحانة بنت المختار الحلوة والمرتبة ترضى تتجوز ابن عمتي؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ما في منك نتيجة، لسانك متبري منك. بعدين شو ابو سمير ها؟ رجال قبضاي وكريم وشغيل، صح الا واحد مثلك هيته. ايه بس مستوى بيت عمتي مو مثل مستوى بيت المختار يابي. يا انت تحكي بمستويات؟ لا مستوى بيت عمتك احسن من مستوى المختار. وهلا صار احسن بعد ما العقيد حكى ببنتها لاختي. ايه العقيد طلب سمية ابن عمي؟ ايه عم يحكوا فيها هلا. ايه ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك بعمرك. تفضلي. ما قلتي لي محجوب اخوكي؟ ما في داعي نحكي بشيء معزه، بنتك ما بتلزمه لاخي. ايه طولي طولي بالك، طولي بالك محجوب. انا يلي كان كل وحده تشوفني تخطبني، هلا وحده مثل هي ما رضيت تخطبني لاخوها الارمل ويلي عنده اولاد. غلطت وهلا ندماني، مستعده اتجوز حي الله واحد بدق بابي. بس يجيني ولد مثل ما هنن صار عندهم اولاد. مو انتي السبب، مو انتي اللي تكبرتي على العرسان اللي اجوكي وكسرتي بخاطرهم كمان. الله يسامحك يا بنتي.